اكيد الربح ان شاء الله، اكيد الربح ان شاء الله تكون 2-0 ان شاء الله، احد ما ممكن تكون 2-0 ان شاء الله. طارق سكتيوي راه كنعرفوا الكارير ديالو، كان لاعب في المستوى، كنتمنى ان شاء الله يتعلق مع هاد العناصر اللي ان شاء الله تقول الكلمه ديالها في الاولمبياد ان شاء الله. حنا كاع متحمسين ان شاء الله بهاد العناصر، وحنا واضعين الثقه كامله ان شاء الله في هاد العناصر تلعب الفينال ان شاء الله. البرونوستيك ديالي كنظن بان المنتخب المغربي يقدر يفوز بواحد الحصه اللي 2-0 3-0، لان المنتخب برهن في هاد المنافسات ديال الالعاب اللي جو اولمبيك فرانس 2024. الحمد لله راه الدراري كانوا واقفين في جميع المقابلات غير اوكرانيا اللي كانوا يعني ماتش ديالهم ما عرفوش ليه صراحه، اللي خسرنا معهم 2-1 ماشي مشكل، يعني عطاو الماتش الاخراني ديال باش ندوزو للدور الثاني، فزنا عليهم 3 الحمد لله. وكنت توقع ديالي فاش مع امريكان ندوزو ان شاء الله، والمغرب المنتخب الاولمبي المغربي ان شاء الله يكون في البوديوم ان شاء الله. لماذا كره عفوا ميداليه الذهبيه نجيبوهاش نعطيوها للشعب المغربي كامل؟ تنتمنوا ان شاء الله يربحوا ان شاء الله غدا، تنتمنوا ان شاء الله يربحوا. النتيجه تنقولوا 2-1 ولا 2-0 ان شاء الله. رحيمي هو التوقعات ديالو، لان نصفاتو الكره داك السيد تيجد وتيعمل وجي من واحد البيئه كرويه، تنتمنوا ان شاء الله هو اللي غدا يسجل ويفرح المغاربه ان شاء الله. كنتمنوا يفوز ان شاء الله ب 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله باذن الله، وكنطلبوا من اللعابه انهم يديروا المجهودات ديالهم ان شاء الله، وما غيكون غير الخير والله يوفق الجميع. تيبقى المدرب هو له الافضليه، هو اللي يعلم اللي غادي يدخل واللي غادي يخرج، ما نقدرش نحكم انايا. وكنتمنى التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم.